السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة حل نموذج بوكلت، يعني مطلع منه أو مجهز أسئلة منه كتير من كتاب المدرسة ومن النماذج اللي موجودة في بنك المعرفة وأسئلة امتحانات مكررة، يعني نموذج إن شاء الله كويس وفي أفكار إيه حلو. أول حاجة تخير الإجابة الصحيحة. إذا تضاعف البعد بين مركزي جسمين وبقيت كتلتيهما ثابتتين فإن قوة التجاذب بينهما يا ترى تتضاعف ولا تصبح نصف قيمتها الأصلية ولا تصبح ربع قيمتها الأصلية ولا تصبح 4 أضعاف قيمتها الأصلية؟ طبعا الإجابة عندي هتبقى رقم جيم. يبقى الوقت هنا الإجابة في رقم 1 تبقى عندنا جيم، رقم 1 هتبقى جيم. نجيبها إزاي؟ إذا تضاعف البعد بين مركزي جسمين وبقيت كتلتيهما ثابتتين فإن قوة التجاذب، إحنا عارفين قوة التجاذب F بيساوي جي M1 M2 على دي تربيع، طبعا جي ثابت. فبيقول لي إذا تضاعف البعد، يبقى التركيز على البعد دلوقتي، بين مركزي جسمين وبقيت كتلتيهما ثابتتين، يعني الكتلتين دول ثابتين، يبقى العلاقة عندي ما بين الـ F و1 على دي تربيع. نركز بقى كده، إذا تضاعف البعد يعني هنفترض إن البعد كان 2 يبقى 2 تربيع. نركز كده، يعني القوة هتساوي ايه؟ 1 على ايه؟ 2 × 2 = 4 ربع. خلاص؟ طيب لو زاد البعد بـ4 زاد الضعف، يبقى بقى الاف عندي بتساوي 1 على 4 كل تربيع، يعني هتساوي 1 على 16، يبقى في الحالة ده هي قلت الربع، خلاص؟ تصبح ربع قيمتها الايه؟ الاصلية. يبقى الاجابة في رقم 1 جيم. نفكر برضو كده لان اسئلة بتيجي حلوة. السؤال الثاني، اذا كان البعد بين مركزي كرتين متماثلتين 1 ام، كانت قوة التجاذب بينهما تساوي 1 ان، فان كتلة كل منهما تساوي قد ايه؟ 1 كيلو، تساوي قد ايه كيلوغرام؟ طبعا هنا عندي اختيارات ألف ولا باء ولا جيم ولا دال، احنا برضو عايزين نفكر في المسألة. يعني هي الإجابة عندي هتكون كالآتي، إن أفكر فيها إزاي قبل ما أطلعها. إذا كان البعد بين مركزي كرتين متماثلتين 1 ام، يعني أنا عندي نفس القانون، كانت قوة التجاذب بينهما تساوي 1 ان، فإن كتلة كل منهما بتساوي 1 كيلو جرام. أنا عندي الإف برضو، ملناش دعوة بالجي برضو، يعني جي أنا أعتبرها رقم ثابت خلاص. أنا عندي ام 1 ام 2 على دي تربيع. نركز بقى كده، إذا كان البعد بين مركزي كرتين متماثلتين خلاص 1 متر، يعني إيه 1 متر؟ يعني الدي معروفة إن هي 1 متر. طيب كانت قوة التجاذب بينهما 1 نيوتن، يبقى 1 نيوتن بيساوي 1 في 1، خلاص؟ طبعا هنا ثابت الجذب العام هنحطه لأن هو جايبه لي بين قوسين، ثابت الجذب العام، وهنا ثابت الجذب العام. أنا عندي إم 1 وإم 2 خلاص، كانت قوة التجاذب بينهم تساوي 1 ان، فإن كتلة كل منهما طبعا هنقول ام 1 ام 2 دي اللي مطلوبة، ثابت الجذب العام جايبهولي. يبقى الوقت هنا لو قلنا الاف بتساوي جي ام 1 ام 2 على دي تربيع، هو عاوز ايه الوقت؟ الكتلة. يبقى الوقت هنا اهو ام 1 ام 2 هتساوي، لو حطينا دي على 1 ضرب تبادلي كده، يبقى ام 1 ام 2 خلاص مضروبه في الجي، يبقى الجي هنا خلاص، هنا اف دي 2 دي تربيع مش 2. طيب دي 1 ودي 1 وهنا ايه الجي؟ طب الجي عندي كام؟ يبقى انا عندي 1/66 × 100 في 10^-7 ايه 11. طبعا دي بالاله الحاسبه هنقسمها خلاص، يعني نعملها كده بسرعة من غير آلة حاسبة، نسيب الناتج الأخير
M1 M2 طبعا 10 أس سالب 11 هتبقى 10 أس إيه 11 على 6 و67 إيه من 100. طبعا ما نجيب إيه مثلا، هناخد 10 في 10 أس 10 هو بمزاجك، لا مش بمزاجك، هنقول الفكرة برضو الوقت، على 6 و67 إيه من 100. لو قسمت دهيت بالآلة الحاسبة خلاص وجبت جذرها، جبت جذرها أو قسمنا على الاتنين، يبقى يساوي M1 M2 خلاص، فإن كتلة كل منهما هتساوي الرقم اللي عندي اللي هو يساوي 1.22 في 10 أس إيه 5. خلاص بالظبط، نحسبها كده على الآلة الحاسبة هتطلع لي، أنا بقول الفكرة بتاعت إيه حل المسألة. عجلة الجاذبية يبقى رقم 2 عرفنا اللي هي رقم باء، يبقى رقم 2 هي باء. 3 عجلة الجاذبية الأرضية ثابت كوني، ثابت كوني متغير حسب ارتفاع عن سطح الأرض، تختلف باختلاف فصول السنة، متغير حسب بعد الأرض عن الشمس. طبعا ثابت كوني عام مش مظبوطة لأنها متغيرة، خلاص هنا متغيرة يا ترى حسب ايه بقى؟ فصول السنة؟ لا. متغيرة حسب بعد الأرض عن الشمس؟ لا طبعا. متغيرة حسب الارتفاع عن سطح الايه؟ الأرض، خلاص لأنها بتقل كلما ارتفعنا ايه إلى أعلى. يبقى عندي الإجابة ايه؟ رقم 3 باء، رقم 3 الإجابة باء. نقرأ كويس ونفكر. قمران صناعيان، قمران صناعيان A و B يدوران حول الأرض، فإذا كان نصف قطر، فإذا كان نصف قطر خلاص ألف إيه خلاص يساوي 4 أمثال، أمثال نصف قطر مدار، فإذا كان نصف قطر مدار إيه يساوي 4 أمثال نصف قطر مدار بي، فإن النسبة بين سرعة A إلى سرعة B بتساوي يا ترى 2 على 1 ولا 4 على 1 ولا 1 على 2 ولا 1 على 4. طبعا دهيت بنحسبها كالآتي، قمران صناعيان A و B يدوران حول الأرض، فإذا كان نصف قطر مدار A بيساوي 4 أمثال نصف قطر مدار B، فإن النسبة بين سرعة A إلى سرعة B بتساوي، طبعا أنا عندي السرعة بتاع القمر الصناعي بيساوي جذر التربيعي G مضروبة في M على R، وهو عز العلاقة بين نص القطر. خلاص يبقى أنا لو قسمت السرعة A على السرعة B هتساوي هنا جذر التربيعي، يبقى نقسم كده جذر التربيعي جي ام على ار، طبعا هنا ار A وهنا ايه ار B. خلاص طبعا انا عندي جي و جي هتروح مع بعضها، والام كابتل مع ام كابتل اللي هي كتلة الايه الارض، يبقى انا عندي في A سرعة A على سرعة B هتساوي لو ربعنا ربع عشان الجذر نشيله خالص، يبقى في تربيع وهنا ايه في B تربيع، يبقى نربع كده يبقى شلنا الجذر، يبقى انا عندي هنا RA 1 على RA وهنا 1 على RB. طيب بيقول لي ايه؟ اذا كان نصف قطر مدار A يساوي 4 أمثال، 4 أمثال نصف قطر B، يبقى الوقت هنا اهو لو احنا قلنا 1 على 4 R خلاص، يبقى الوقت هنا 4 أمثال يعني قدها 4 مرات، وهنا 1 على ايه R بس. خلاص نركز كده في الكلام، احنا عايزين نسمع ما بين ايه السرعتين. طيب دلوقتي هنجيب الجذر بقى كده، لو
اختصرنا، هنختصر، واحد الار مع الار يبقى في تربيع A على في تربيع B هتساوي واحد على أربعة. يعني لو قلت في A، لو قلت في A على في B هتساوي واحد على اتنين، الجذر التربيع بتاع الواحد واحد، الجذر التربيع بتاع الأربعة اتنين. إذا النسبة ما بين السرعة A والسرعة B نص، وهي الإجابة رقم A جيم. يبقى ده رقم A جيم. هل هنحسبها بالطريقة دي في الامتحان؟ المفروض عشان ما نغلطش. يبقى رقم أربعة هتبقى عندي A جيم. جسم طاقة حركته 4 جول. فإذا تضاعفت السرعة، انا عندي طاقة الحركة كاينتيك انرجي بيساوي نص ام في تربيع. اذا تضاعفت سرعته تصبح طاقة حركته. احنا هو عطاها لي طاقة الحركة بتساوي 4 جول، هتساوي المفروض اطلع الناتج هنا، ها عشان نعرف احنا بنفترض ازاي. المفروض الناتج اللي على اليسار بيساوي على اليمين. طب هو عطاها لي اصلا طاقة الحركة ايه؟ 4 جول. يبقى نص الام لو افترضناها 2، والسرعة افترضناها 2 تربيع، يعني 2 في 2، خلاص. يبقى في الحالة دي طلعنا الناتج زي ما وعطوهول، يعني 4 جول. تعالوا بقى نشوف الفرض اللي عطوهول. فإذا تضاعفت سرعته، تضاعفت سرعته يعني ايه؟ الاتنين بقت 4. يبقى الوقت هنا اهو، انا عاوز اشوف طاقة الحركة بقى هتساوي ايه. ده اللي انا عاوزه. يبقى ده النص زي ما هي، الكتلة زي ما هي، تضاعف يعني الاتنين بقت 4. يبقى اقول 4 في 4. نختصر، فالواحد يبقى 4 في 4 بكام؟ ب16 جول. يبقى رقم 5 نفكر كويس جدا، يبقى الف 16 ايه جول. جسم كتلته 2 كيلو جرام يقع على ارتفاع 5 متر، رقم 6 يقع على ارتفاع 6 متر، 5 متر فوق سطح الارض، فان طاقة وضعه واعطيني ايه؟ طيب طاقة الوضع بتساوي ايه؟ بوتنشال انرجي بيساوي ام جي اتش. طيب الكتلة 2 عجلة الجاذبية 9.8 في الارتفاع طول 5، يبقى الاتنين في 5 بعشرة هتطير العلامة، يبقى 98 ايه جول. يبقى الاجابة رقم ايه؟ ألف. أسئلة مهمة بالمناسبة. طيب نبص على الأسئلة اللي بعد كده. القوة الجاذبة المركزية لا تبذل شغلا، فسر هذه العبارة، فسر هذه العبارة. القوة الجاذبة المركزية لا تبذل شغلا، لماذا؟ لأنها تدور في مسار دائري. إذن سيتا بتساوي 90، وكوزاين 90 بتساوي 0. إذن القوة الجاذبة المركزية، إذن القوة الجاذبة المركزية عندي W بتساوي F D. يعني لو قلت دي F كوزاين سيتا، إذن هتساوي الدي F مضروبة في 0. إذن الشغل إيه؟ بيساوي كله إيه؟ 0. سؤال مهم بالمناسبة. أنا عندي منحنيات، المنحنيات ده هي طالب مني حاجتين. طالب مني السؤال ده مهم بالمناسبة، طالب مني حاجتين. اكتب العلاقة الرياضية، يعني الأربع أسئلة دول عنوانهم اكتب العلاقة الرياضية وما يساويه الميل لكل من الأشكال البيانية. طبعا هنا الأشكال البيانية دي مهمة، كل شوية بركز عليها في الحلقات اللي بشرح فيها فيزياء وبحل فيها أسئلة. طبعا عندي أول منحنى، شوف بص على العلاقة كده،
كاينيتيك انرجي وهنا ايه ام. طيب ايه عاوزين نعمل ايه بقى؟ المين نجيبه ازاي؟ طب ما نجيب العلاقة الاول، كاينيتيك انرجي، كاينيتيك انرجي بيساوي نص ام في تربي. انا عامل العلاقة هو طالبها، يعني انا كتبتها، يبقى ده العلاقة الفيزيائية. خلاص اهي، يبقى ده العلاقة الفيزيائية انا كتبتها، ومنها بجيب ميل الخط المستقيم. بجيبه ازاي؟ هو انا عندي علاقة كي اي دايما على الايه، المستوى الرأسي او المحور الرأس. طب هنا ام، يعني ايه ام؟ هو عطل العلاقة بين ام. اذا ما تبقى هو ميل الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم بيساوي نص في تربيع. هي دي الاجابة. ممكن اقول حاجة تانية، هنا كاينيتيك انرجي على ام. طب لو قسمتهم كاينيتيك انرجي على ام هتساوي ايه؟ طبعا كاينيتيك انرجي لازم تساوي نص ايه، ام، نص ام في تربيع. يبقى الوقت هنا اهو هتساوي نص في تربيع، لان ده لو حطيتها على واحد كده ضرب تبادلي، يبقى كاينيتيك انرجي في واحد، طاقة الحركة في واحد، بيساوي ام، نص ام في تربيع. يبقى ده اول ايه، منحنى. المنحنى التاني في حاجتين كويسين جدا، اللي هو 12 و14 ديت، بصراحة نعملهم ايه جنب بعض، ويعني عشان نركز ما بين الاتنين. اولا لو انتم ملاحظين ان عطيني W وهنا ايه D، W عطيني ايه بين قوسين ايه G، يبقى ده شغل. يبقى على طول هفكر في قانون الشغل، الشغل بيساوي F في D. طب اتفقنا ان العلاقة دايما W هي الرأسي، طيب الدي عطاها لي اهي، يبقى ميل الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم بتساوي الباقية، يعني ايه؟ القوة، القوة. طيب رقم 14 لو بصنا بقى في المنحنى ده، عطيني دبليو، دبليو بس بقى عامل لي ان يعني نيوتن، وعطيني الام. طبعا العلاقة بينهم معروفة، انا عندي دبليو اللي هو الوزن بيساوي ام جي، يبقى اللي باقي ايه؟ اللي ناقص ايه؟ خلاص واعطيني ايه؟ الدبليو والام، اللي باقي مين؟ جي. اذا ميل الخط المستقيم هو جي، اللي هو عجلة الجاذبية، عجلة الجاذبية. منحنيات مهمة، اربعة مهمين بصراحة. طب المنحنى الاخير اعطيني كاينيتك انرجي ونص ام. كاينيتك انرجي، كاينيتك انرجي ونص ام، كاينيتك انرجي ونص ام. لو قسمتهم على بعض، يعني لو قسمت كاينيتك انرجي على، طب ما نجيب العلاقه كده، كاينيتك انرجي بتساوي نص ام في تربي. طب اعطيني كاينيتك انرجي محور الراس، خلاص واعطيني نص ام، طب الباقي هو في تربيع. اذا ميل بيساوي ايه؟ في تربيع. ده كانت حلقه النهارده. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم وتواصلوا معانا ان شاء الله، عشان في حلقات مستمره كده باذن الله، عشان نلحق نلم جزء كبير من الفيزياء، شرح قوانين، شرح مسائل، شرح افكار معينه. طبعا دي بنسميها المراجعات السريعه، ودي الحلقه الثالثه ان شاء الله، ونلتقي على خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.